حاجات من الحاجات اللطيفه برضو بتحصل في بلدنا، وبما ان بلدنا يعني فيها الذمه عاليه جدا، امارات ادتنا 100,000 راس ماشيه ليه محدود الدخل، 50,000 استلموها في وزاره الزراعه. وزاره الزراعه اتصلت بالمحليات عشان ازاي يوزعوا ال 50,000 راس دي، فقال لك ايه يعني هنشوف المحليات، والمحليات هي اللي عارفه فين محدود الدخل، فين الفقراء، فين الناس المحتاجه، هي المحليات عارفاها. فاتصلوا بالمحليات، ومن الواضح ان ال 50,000 راس ماشيه دي اللي جايه لنا منحه من الامارات اتوزعت بفساد، اتباعت في السوق السوداء، راحت لناس مستفيده، باعوها في كده بينهم وبين بعض، المحليات خدوها معرفش عملوا. يعني هي فكره الضمير عندنا ماتت، يعني عارفين ده من زمان، فكره الضمير عند الموظف العام، وكثير بلاش الموظف العام، كثير من الموظفين العام بالذات في المحليات ماتت، ماتت حراميه يعني ببساطه شديده جدا، فساد للركب. حتى الحاجه اللي جايه منحه يا جماعه يا كفره، حتى الحاجه اللي جايه منحه سرقتوا فيها. النهارده الدكتور صلاح هلال وزير الزراعه واستصلاح الاراضي حول الملف للتحقيق، ماشي، بس هو في التحقيق الكبير بتاع ربنا بقى، انه الفقراء دول يدعوا عليكم، انه انك تبقى يعني من الكفر بمكان ان يجيلك حاجه منحه للغلابه وتسرقها. يعني عرفنا ان حاجات كتيره جدا اتسرقت قبل كده، لكن كفايه بقى سرقه، يعني مفيش بني ادمين يعرفوا يراعوا ضميرهم. وطبعا الحكايه حطوه ما بين وزاره الزراعه وبين المحليات، وقال لك ايه اتوزعت، المفروض الحاجات دي توزع فين بقى، هنا وسوهاج والمنيا واسكندريه والبحيره، يعني عدد كبير من المحافظات، راحت بقى ما بين السوق السوداء واتباعت. و يعني اتمنى ان اللي يتم بقى ضبطه في هذه الامور يتم تجريسه. انا مش بس عايزاه يتحبس، انا عايزاه يتجرس قدام اهله، قدام ولاده، قدام اخواته، قدام ال- 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 القريه اللي هو ساكن فيها، قدام المحافظه اللي هو بيشتغل فيها، وبعد كده لا نعتمد على المحليات. وعفوا الدوله لازم توزع ده بايديها مش عن طريق الجمعيات. انا برضو معترضه على طريقه توزيع ال 10,000 روس ماشيه اللي رئاسه الجمهوريه بتوزعها، لا يتم توزيعها عن طريق الجمعيات الخيريه، ده دور الدوله. الجمعيات الخيريه ما تاخدش الموضوع ده، الجمعيات الخيريه لها ناسها، لها قصتها، اعلاناتها، كل حاجه، ملهاش دعوه الجمعيات الخيريه بالقصه دي. دي قصه الدوله، توزعها الدوله بايديها. لو اضطرينا بقى انه الوزراء ينزلوا يوزعوا الحاجه بايديهم هنضطر نعمل كده، لان واضح انه المحليات دي الفساد حدث ولا حرج، والناس ما عندهاش ضمير، وما اعتقدش ان احنا نقدر نعلم الناس الضمير، لان ده ما بيتعلمش. بيروحوا يصلوا في رمضان ويعتكفوا وهم ما عندهمش ضمير.